بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ايه هو الـ NFC Adapter؟ Think of NFC. الـ NFC زي ما شرحناه قبل كده هو Near Field Communication، الاتصال قريب المدى. Like a magic wand that lets your phone talk to other devices، كأنه عصاية سحرية بتخلي تليفونك يقدر يكلم بقية الأجهزة. When they are really close، أول ما يبقوا الاتنين قريبين، الجهازين قريبين من بعض. حلو. Almost touching، غالبا باللمس. طيب now، دلوقتي ال NFC adapter is like that magic wand، هو شبه العصاية السحرية دي. Built into your phone، موجود في تليفونك. It helps your phone، بيساعد التليفون بتاعك ان هو يسند ويريسيف messages، يقدر يرسل ويستقبل رسائل او data بيانات، or even make payments، او حتى يعمل معاملات دفع with other devices، مع الاجهزة التانية اللي برضو عندها NFC. حلو. So if you want to share a photo، لو محتاج انك تشير صورة with a friend's phone، مع تليفون صاحبك، by just tapping them together، عن طريق بس انك تحط الجهازين قريبين من بعض، your phone's NFC adapter make it happen. ال NFC adapter اللي موجود في تليفونك هيخلي الحاجة دي تحصل. طيب you can use the NFC adapter to perform various tasks، تقدر تستخدم ال NFC adapter ده عشان تنفذ مهام مختلفة. زي ايه؟ طيب زي sharing data between devices، زي ما قلنا هتشارك بيانات ما بين أجهزة. making contactless payment، هتعمل عملية دفع باستخدام ال contactless، أو reading ال NFC tags. حلو. طيب عايزين مثال نقدر نستخدم في ال NFC adapter، او اقدر استخدمه في ايه. Let's say you are building a photo sharing app، هتبني application. حلو. الابليكيشن ده في مشاركة صور. طيب you want users to be able، انت عاوز المستخدمين ان هم يبقوا قادرين على ان هم يشاركوا الصور اللي معاهم دي مع بعض. حلو. With each other، by tapping their phones together، عن طريق بس ان هم يحطوا التليفونات قريبة من بعض. طيب here is how you could use NFC adapter to accomplish this، ازاي هتستخدم ال NFC adapter عشان تحقق الكلام ده. اول حاجة هتتشيك for NFC support، هتتشيك اصلا هل الجهاز ده بيدعم ال NFC ولا لا، لان زي ما احنا عارفين في اجهزة بتدعم ال NFC واجهزة لا. You would check if the user's device support NFC، هتتأكد هل الجهاز الاول فيه NFC، بيدعم خاصية ال NFC. You can do this by querying the system services. طيب تاني حاجة هت enable ال NFC، لو ال NFC ده supported، مدعم وموجود على الجهاز كفيتشر، you would enable the NFC adapter، هتعمل تفعيل لل NFC adapter على جهاز اليوزر. This allows your app، ده هيسمح للبرنامج بتاعك ان هو يحقق او يستخدم الفانكشناليتي، وظيفة ال NFC. طيب بعد كده ايه تاني؟ هت prepare the data for sharing، هتجهز البيانات اللي انت محتاج تشاركها. When a user wants to share a photo، لو المستخدم محتاج يشارك الصور، you would prepare the photo data، هتجهز او هتعد البيانات بتاعت الصور، to be sent، انها تترسل من خلال ال NFC. This could involve converting the photo، بالتالي هيتضمن الكلام ده انك تحول الصور into a format، لصياغة that can be transmitted، اقدر انقلها عبر ال NFC. زي ايه؟ زي بايت اري او زي اليوري، وشرحنا في فيديو قبل كده ايه هو اليوري. طيب بعد كده هت انيشيت ال NFC communication، الاتصال ما بين ال NFC. when the user taps their phone against another NFC enabled device، لو اليوزر المستخدم حط جهازه بالقرب من جهاز تاني في ال NFC enabled، your app detects the NFC event، البرنامج بتاعك هيديتكت الايفنت اللي حصل في ال NFC and initiate communication، وهيعمل اتصال باستخدام ال NFC adapter. you would register your app to handle NFC intent، هتعمل registration في الابليكيشن بتاعك ان هو يتعامل مع الانتنت
اللي موجود في ال NFC in your app manifest file في application بتاعك. هتروح على المانيفست فايل عشان تريجستر الهاندل NFC intent ده. طيب بعد كده transfer data once communication is established. مجرد ما الاتصال انشئ you would transfer the photo data from the sending device to the receiving device باستخدام ال NFC adapter. هتقدر تحول البيانات من الجهاز للتاني باستخدام الادابتر ال NFC. This could involve sending the photo data as an NDEF NFC data exchange format message. Handle data on receiving device. On the receiving device your app would listen. الجهاز المستقبل للصور دي الابليكيشن بتاعك المفروض يلسن على الانكومينج ان اف سي داتا باستخدام الان اف سي ادابتر. وانس ذا فوتو داتا از ريسيفد مجرد ما البيانات دي تم استلامها يو وود بروسيس ات اند ديسبلاي ذا فوتو تو ذا يوزر. هتعرض الصوره للمستخدم.